أنا سلاف درويش مرشحة لمجلس النواب. إشاعات كتير وكلام كتير اتقال علينا، بس الشارع هو المكان الوحيد اللي ممكن تسمع فيه الحقيقة. نزلت للأماكن الشعبية وللناس الطيبين أسمع منهم وأعرف شايفيننا إزاي. أنا داخلة انتخابات إن شاء الله وداخلة مترشحة إن شاء الله في أمر الله، وإنت محتاج مننا إيه أو محتاج من النائب اللي هيترشح إيه في الفترة؟ أنا محتاج إن ربنا يوفقك بحق النبي، بس وضع الكرسي ما تنسيش الناس الغلبة. ربنا يوفقك أولا ويجعلك من ناجحين ويجعلك عند حسن ظننا يا رب إن شاء الله. إحنا عايزين اللي يترشح في منطقتنا، الحاجة الناقصة في منطقتنا يعملها، اللي إحنا مش قادرين عليه نعمله ومش قادرين نتوصل للحكومة بنتوصل بشهادتكم.